يونس يا يونس، تروح بسرعه لعند الزعيم وبتخبره انه وكيل السرايا اجا. امرك يا ابي. من هون من هون من هون تروح. اهلين وسهلين بهالقامه بهالعين، شرفتونا سيدي. انت وين كنت وقت اهل الحاره اعتدوا على الرقيب عصمت؟ سيدي انا ما حدا خبرني. انا حسابي معك بعدين يا عزام. تمره سيدي تمره. الزعيم ابو شكري وينه؟ تركني. هي انا قدامك. خير شو في؟ يعني مالك عرفان شو في؟ لو بعرف شو في ما كنت سألتك. أنا رح جاوبك يا رقيب عصمت. هذا سيدي. عرفت هلأ يا أبو شكري؟ إيه نعم عرفت. هدول رجالك جايين وبدهم يخلوا بيت من بيوت الحارة. ما بيرضيك الحكي؟ أنا اللي بعدتهم، وليكون بعلمك هذا الشيء بأوامر من الكولونيل. وجناب الكولونيل ما لقى غير بيت ام ياسين هالدرويشه؟ مو مشكله، اذا ما بدكم هذا البيت مندور على واحد غيره. لا هاد ولا غيره. وبتقلوا لجناب الكولونيل انه اهل الحاره ما بيرضوا يفوت واحد غريب على حارتهم. بقى خليه يسكن الافندي تبعه بقرنه تانيه. ليكون بعلمك يا ابو شكري بده يسكنه هون بحارة اللوز. إيه لا سيدي لا، يروح يدور له على قرنة تانية يسكن فيها. هذا آخر كلام عندك؟ هذا آخر كلام. ولا تفضل ورجينا عرض كتافك. شوف يا جناب الوكيل، بجوز رجالك أوصوني ويقتلوني، بس وحياتك ما رح تطلع من هون حي، لا أنت ولا رجالك. بقى اخزي الشيطان واتكل على الله. خلينا اياك يا زينة رجال الشام كلها. بعدين ابو احمد الله يديمك فوق راسنا يا زعيم. فضلك علي ما رح انسى لك اياه طول عمري. ناكتي عمي ياسين ناكتي. وباذن الله بيتكم ما حدا بيقرب عليه وانا حي.